أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. افتعال الأزمات وتضخيم القضايا شأن المنافقين والكفار. حذر المجتمع برسالة فيها ثلاث قضايا استخدم الإعلام فيها هذه الأساليب. السفيه هو الذي يعترض على حكم الله تعالى.